السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن الزمالة البريطانية للجراحين أو الـ MRCS. في الفيديو ده هنتكلم عن إيه هي الزمالة، هنتكلم كمان عن أهمية الزمالة ومين ممكن يدخل الامتحان ده وإيه هي شروط التقديم ومواعيد الامتحان، وكمان هنتكلم عن أجزاء الزمالة اللي بتتكون من جزئين، جزء أول أو بارت A وجزء ثاني أو بارت B. الزمالة البريطانية للجراحين أو الـ MRCS هي اختصار لـ Member of Royal College of Surgeons، والمعنى الحرفي ليها هو عضوية الكلية الملكية للجراحين، ودي بتشمل أربع كليات: لندن، أدنبرا، جلاسكو، أيرلند. وزي ما احنا عارفين ده بيتقال عليه انتر كوليجيت اكزام، وده معناه ان انت ممكن تدخل في اي كلية من الكليات دي في الجزء الاول وتكمل في اي كلية تانية من الكليات دي في الجزء الثاني او في بارت بي. الخريطة اللي قدامكم دي هي خريطة اليونايتد كينجدم أو المملكة المتحدة، ودي بتتكون من إنجلند، سكوتلاند، نورثرن أيرلاند أند ويلز. وزي ما انتم شايفين أيرلندا ما هيش تبع اليونايتد كينجدم لكن كانت زمان تبعها، والخطوط الحمراء اللي انتم شايفينها في الخريطة دي بتمثل إنجلند، إدنبرا وجلاسكو وأيرلند، ودول أماكن الكليات الملكية للجراحين اللي احنا اتكلمنا عليهم، وهم ليهم نفس الامتحان وتقريبا ليهم نفس معدل درجات النجاح بين الكليات. النقطة اللي انا بأكد عليها زي ما انا قلت ان انت ممكن تدخل بارت A في أي كلية في لندن أو في أدنبرا أو في جلاسكو أو في أيرلند، وبعد ما تنجح فيه بإذن الله ممكن تدخل بارت بي في أي كلية تانية. جدير بالذكر بس إن مصر الكلية اللي موجودة فيها هي لندن. تاني حاجة هنتكلم عليها هي أهمية الزمالة. ناس كتير هتقولك ان الزمالة البريطانية واحدة من اقوى الشهادات في العالم، وان هي معترف بيها في دول كتير في العالم، وان هي ملهاش مثيل. مع احترامي الشديد كل الكلام ده خطأ. الزمالة البريطانية او الـ MRCS بتسمى Entry Exam، هي مجرد وسيلة ان انت تحصل على ترخيص مزاولة المهنة في المملكة المتحدة، ودوت بتاخده لما تخلص الـ MRCS وتخلص شهادة اللغة سواء الـ OET أو الـ IELTS، وبعدين بتقدم على ترخيص مزاولة المهنة license في الـ GMC تبع إنجلترا. الامتحان دوت اللي بيدخلوا هم دكاترة الجراحة بجميع تخصصاتها، وده يشمل معاهم دكاترة العظام وكمان دكاترة الأنف والأذن بيدخلوا بارت A، لكن بارت B ليهم جزء مختلف عن بقية الجراحين. فده معناه إن إذا كنت أنت أي تخصص سواء نيوروسيرجري سواء فاسكولر سواء يورولوجي سواء بلاستيك سيرجري أو جنرال سيرجري تقدر تقدم وتدخل الامتحان ده، لكن التخصصات التانية فهي ليها امتحانات مشابهة بالـ MRCS بيقدروا يقدموا عليها تبع الكليات الملكية. شروط التقديم ومواعيد الامتحان: انت تقدر تدخل الامتحان ده وانس ان انت معاك شهادة تخرج من كلية الطب باللغة الإنجليزية، وتقدر بالشهادة دي
تقدم على الامتحان، والتقديم بيبقى متاح أونلاين على الموقع الرسمي للكلية الملكية للجراحين. وبعد ما بتخلص الجزء الأول، وده بيكون تكلفته تقريباً حوالي 600 جنيه استرليني، تقدر تقدم على الجزء الثاني أو بارت بي، وده تقريباً تكلفته بتبقى في حدود 1000 جنيه استرليني، تزيد شوية أو تنقص شوية حسب مكان الامتحان، سواء في مصر أو في دولة من دول الخليج. الجزء الأول أو بارت A ده بيبقى متاح ان انت تدخله في يناير وابريل وسبتمبر، كل سنة بيبقى فيه 3 مواعيد تقدر تدخل فيهم امتحان الجزء الاول، وده بيبقى متاح في مصر وفي السعودية وفي عدد كبير من دول العالم ودول الخليج. اما الجزء الثاني فبيبقى متوفر في مصر في شهر مارس وشهر نوفمبر، ودوت بيختلف وقته حسب البلد اللي انت موجود فيها او اللي انت ناوي تدخل الامتحان، وحسب الكلية الملكية للجراحين اللي بتعمل او اللي بتنظم الامتحان ده. ولازم تقدم على الامتحان قبل موعد الامتحان ب3 شهور تقريبا، وبيبقى فيه ديدلاين بعديه ما تقدرش تقدم على الامتحان. الزمالة زي ما احنا قلنا بتتكون من جزئين، جزء اول او بارت A، وده بيبقى امتحان نظري بيتكون من ورقتين، ودوت بتعملهم في نفس اليوم. الورقة الاولى بيبقى مدتها 3 ساعات، والورقة التانية بيبقى مدتها 2 ساعة، وبينهم استراحة حوالي ساعة. والامتحان ده بيغطي General Surgical Sciences and Applied Knowledge، وبيبقى الامتحان عبارة عن MCQ تقريبا. أسئلة الامتحان بيبقى كل سؤال MCQ مطلوب منك تجاوبه في دقيقة أو أقل، وده هنتكلم عليه بالتفصيل في الفيديو الجاي إن شاء الله. امتحان الجزء الثاني أو Part B ده بيبقى امتحان عملي اسمه أوسكي أو Objective Structured Clinical Exam، وده بيتكون من 18 لجنة، مدة كل لجنة بتكون 10 دقايق، واللجان دي بتغطي Applied Knowledge و Applied Skills. Knowledge بتبقى تتكون من Anatomy و Surgical Pathology و Applied Surgical Science and Critical Care. السكيلز ديت بتغطي Communication Skills و History Taking و Clinical Examination، وكمان بتغطي بعض السكيلز في بعض البروسيدورز اللي مطلوب منك تكون عارفها. في الفيديو الجاي هنعرف ازاي نحضر لبارت A، وازاي نذاكر، وازاي ننجح ان شاء الله باذن الله في الامتحان من اول مرة بدون اي كورسات وبدون بذل اي مجهود ملوش داعي، خصوصا ان احنا كلنا بندخل الامتحان دوت واحنا شغالين وعندنا نبطشيات ومستشفى وعندنا شغلنا وبيوتنا. ففي الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح ازاي نعمل الكلام دوت باسلوب منظم وبناء عن تجارب سابقة للاخرين، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. شكرا ليكم.